مجلس محلي لمدينة حلب قمنا بتقديم منطقة كرمل بيك بس السي 44 جابت يوم احتل الارض تحت الارض وهي الكباش اصلا لما احترقها؟ صار 18 يوم 18 نهار هون التماتو شو ضربته بخش الارض هلا على جو المطر والرطوبه صارت الكباش اكثر تضرب بعضها كان ماشي حالها صار تشتغل على فازين بعدين على فاز كل الجبل ان شاء الله ترجع وثلاث فازات مثل الشيك النظامي هذا العلم يعني الكبير تقدم تكوى شيء في فورنين الله يعطيك العافيه صوت هذاك الكابتن الثاني تعال 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 تع